مع اشتداد المعارك في محافظة مارب بين القوات الحكومية اليمنية وبين جماعة الحوثي فاقمت من أوضاع النازحين. لا يوجد مقومات للحياة في محافظة مارب من خيام من دواء. لابد من المجتمع الدولي أن يضع حدا لوقف هذه الاشتباكات الجارية في محافظة مارب. لو استمرت هذه الاشتباكات ستفاقم من أوضاع النازحين في محافظة مارب مما تؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة لا يحمد عقباها.